المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في برنامج حكايات الأصمعي والتي نذكر فيها شيئا مما نقله لنا الأصمعي من أشعار العرب وأخبارهم من وصف الغناء في العرسات عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي الزناد عن أبيه قال قلت لخارجة ابن يزيد هل كان الغناء يكون في العرسات؟ قال قد كان ذلك ولا يحضر بما يحضر اليوم من السفه دعانا اخوالنا بنو نبيط في مدعاه لهم فشهد المدعاه حسان بن ثابت وابنه عبد الرحمن وانا وجاريتان تغنيان انظر خليلي ببابي جلق هل تؤنس دون البلقاء من احد فبكى حسان وقد كف بصره وجعل عبد الرحمن يومئ اليهما ان زيداه فلا ادري ماذا يعجبه من ان يبكيا اباه ثم جيء بالطعام فقال حسان: اطعام يد ام طعام يدين؟ فقالوا: طعام يد يريدون الثريد فاكل ثم اتي بطعام اخر فقال: اطعام يد ام طعام يدين؟ فقالوا طعام يدين يعنون الشواء فكف ولم ياكل ومما جاء في رثاء سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن عن الاصمعي انه رثى سفيان بن عيينه فقال: فليبكي سفيان باغي سنه درست ومستبيت اثارات واثار ومبتغي قرب اسناد وموعظه وافقيون من طار ومن طار امست مجالسه وحشا معطله من قاطنين وحجاج وعمار من للحديث عن الزهري حين ثوى او للاحاديث من عمرو بن دينار لن يسمعوا بعلي من قال حدثنا الزهري او اهل بدو او باحضار لا يهنا الشامت المسرور مصرعه من مارقين ومن جحاد اقدار ومن زنادقه جهنم يقودهم قودا الى غضب الرحمن والنار وملحدين ومرتابين قد خلطوا بسنه الله اهتارا باهتار ومن الممازحات ما يظن انها حقا فعن سهل قال حدثني الاصمعي قال حدثني بعض الرواه قال قلت للشرقي بن قطامي ما كانت العرب تقول في صلاتها على موتاها فقال لا ادري فاكذب له فقلت كانوا يقولون ما كنت وكواكا ولا بزونك رويدك حتى تبعث الخلق باعثه وكواك غليظ وزونك قصير قال فاذا انا به يوم الجمعه يحدث به في المقصوره وفي المتكلم الذي يرعى الضلال عن الرياشي قال سمعت الأصمعي ينشد وإني لأغنى الناس عن متكلم يرعى الناس ضلالا وليس بمهتدي وفي صلب المغيرة عن أبي حاتم قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي زائدة قال قال هشام بن القاسم أخذ خالد بن عبد الله المغيرة فقتله وصلبه بواسط عند منظره العاشر فقال الشاعر طال التجاور من بيان واقفا ومن المغيره عند جذع العاشر يا ليته قد شال جذع نخله بابي حنيفه وابن قيس الناصري وبيان هذا هو بيان التبيان وكان يقول الي اشار الله اذ يقول هذا بيان للناس وهو أول من قال بخلق القرآن وعزيزي المشاهد حركة رفع ونصب تنجي من الهلاك فعن أبي حاتم عن الأصمعي قال سمعت مولا لآل عمر بن الخطاب يقول أخذ عبد الملك بن مروان رجلا كان يرى رأي الخوارج رأي شبيب فقال له ألست القائلة ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا امير المؤمنين شبيب فقال انما قلت ومنا امير المؤمنين شبيب بالنصب وليس امير اميره قال اي امير المؤمنين فامر بتخليه سبيله وفي ذكر ابرع بيت عن الرياشي عن الاصمعي قال ابرع بيت قالته العرب قول ابي ذؤيب والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع وفي الموت وتوسد اليمنى قال الأصمعي: دخلت بعض الجبابين فإذا أنا بجارية ما أحسبها أتت عشر سنين وهي تقول: عدمت الحياة ولا نلتها إذا كنت في القبر قد ألحدوك وكيف أذوق لذيذ الكرى وأنت بيمناك قد والسدوك وفي أن المال إنما يجمع للوارث قال الأصمعي أول شعر قيل في ذم الدنيا قول ابن خذاق قال هل للفتى من بنات الدهر من راق أم هل له من حمام الموت من واقي قد رجلوني وما رجلت من شعث وألبسوني ثيابا غير اخلاقي وطيبوني وقالوا ايما رجل وادرجوني كاني طي مخراقي هون عليك ولا تولع باشفاق فانما مالنا للوارث الباقي الى هنا اعزائي المشاهدين نتوقف الى الفاصل وراجعين لكم مره اخرى حياكم الله أعزائي المشاهدين نعود إليكم مرة أخرى الحزن لا يعني التوقف عن أمور الحياة اللازمة فلا بد من الأكل في كل الأحوال قال الأصمعي مررت بأعرابية وبين يديها فتى في السياق ثم رجعت ورأيت في يدها قدح سويق تشربه فقلت لها ما فعل الشاب فقالت واريناه فقلت فما هذا السويق فقالت على كل حال يأكل القوم زادهم على البؤس والبلوى وفي الحدثان والجزاء من جنس العمل والعقوق موصول عن الاصمعي قال اخبرني بعض العرب ان رجلا كان في زمن عبد الملك بن مروان وكان له اب كبير وكان الشاب عاقا بابيه وكان يقال للشاب منازل فقال الشيخ جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجر الدين طالبه تربت حتى صار جعدا شمردلا اذا قام ساوى غارب الفحل غاربه تظلمني مالي كذا ولوى يدي لوى يده الله الذي لا يغالبه واني لداع دعوه لو دعوتها على جبل الريان لانقض جانبه فبلغ ذلك اميرا كان عليهم فارسل الى الفتى لياخذه فقال له الشيخ اخرج من خلف البيت فسبق رسل الامير ثم ابتلي الفتى بابن عقه في اخر عمره فقال تظلمني مالي خليج وعقني على حين كانت كالحني عظامي تخيرته وازددته ليزيدني وما بعض ما يزداد غير عوامي وفي مكانة ريح الخزامة قالت أعرابية يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة بالبلد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال هذا يدلك على تفضيلهم الخزامة وهذا رجل مل من امرأته عن الأصمعي قال ضجر اعرابي بطول حياه امراته فقال ثلاثين حولا لا ارى منك راحه لهنك في الدنيا لباقيه العمر فان انفلت من حبل صعبه مره كان من نساء الناس في بيضه العقر وفي الاشد والاخبث قال ابو نصر قال الاصمعي اشد الناس الاعجر الضخم واخبث الافاعي افاعي الجدب واخبث الحيات حيات الرمث واشد المواطئ الحصى والصفى واخبث الذئاب ذئب الغضا وانما صار كذا لانه لا يباشر الناس الا اذا اراد ان يغير وانشد انا ابو شرفاء مناع من الخفر حيه قف لاجئ الى حجر اذا تعذرت فلم تقبل عذر ثم املت الراس من غير صعر ثم خزرت العين من غير عور وجدتني الوي بعيد المستمر مناع من ما اعطيت من غير وشر ومن اجود ما قالته العرب في الغيث قال الاصمعي اجود بيت قيل في الغيث بيت الهذلي لتلقحه ريح الجنوب وتقبل الشمال نتاجا والصبا حالب يمري والفرح يأتي بين بيت السرور ولو كان فارغا فعن عمرو بن شبة حدثني الأصمعي قال سمعت بيتين لم أحفل بهما ثم قلت هما على كل حال خير من موضعهما في الكتاب قال فإني لعند الرشيد يوما وعنده عيسى بن جعفر قال فأقبل علي مسرور الكبير فقال يا مسرور كم في بيتي مال السرور فقال ليس فيه شيء فقال عيسى هذا بيت الحزن قال فاغتم لذلك الرشيد وأقبل على عيسى فقال والله لتعطين الأصمعي سلفا على بيت مال السرور ألف دينار قال فاغتم عيسى وانكسر قال فقلت لنفسي جاء موضع البيتين فانشدت الرشيد اذا شئت ان تلقى اخاك معبسا وجداه في الماضين كعب وحاتم فكشفه عما في يديه فانما يكشف اخبار الرجال الدراهم قال فتجلى عن الرشيد وقال يا مسرور اعطه سلفا على مال السرور الف دينار قال فاخذت بالبيتين الفي دينار وما كان البيتين يسويان عندي درهمين، ومثل هذه الامور لا ينفك عنها الاصمعي فعن ابي بكر بن دريد قال: حدثنا ابن اخي الاصمعي عن عمه ان الرشيد ساله عن شعر لابن حزام الكعلي يا اصمعي ان الغريب عندك لغير غريب فقال يا امير المؤمنين ألا أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعين اسما وفي عشا بالألف المقصوره والممدوده كما في قوله تعالى ومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن يضعف نظره فيه قال الأصمعي لا يعشى إلا بعدما يعشو وإذا ذهب بصره قيل عشى يعشى وإذا ضعف بصره قيل عشى يعشو وانشد متى تاته تعشو الى ضوء ناره اي تنظر نظرا ضعيفا بغير تثبت اما ترك الكذب فمتواصل التواصي به مع ذكر ذمه قال الاصمعي اول من تروى له كلمه تبلغ ثلاثين بيتا في الشعر مهلهل ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم ثم ضمره رجل من بني كنانه والاضمد بن قريع وانشد لذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم يا كعب ان اخاك منحق فاشدد ازار اخيك يا كعب وانشد لضمره يا ضمره اخبرني ولست بفاعل واخوك نافعك الذي لا يكذب وفي وصف اعرابي للحب وانه زفرات قال الاصمعي سئل اعرابي عن الحب فقال ما الحب؟ وما عسى ان يكون هل هو الا سحر او جنون ثم قال ابياتا من الشعر وهل الحب الا زفره بعد زفره وحر على الاحشاء ليس له برد وفيض دموع العين مني كلما بدا علم من ارضكم لم يكن يبدو كما وصفه اخر بانه مشغله وانه يطير النوم من عين صاحبه قال الاصمعي قلت لاعرابي اخر ما الحب؟ فقال الحب مشغله عن كل صالحه وسكره الحب تنفي سكره الوسن. احبتي الكرام قاتل الله الهوى ما اشد سطوته فعن الاصمعي قال: حدثني ابو عمرو بن العلاء قال حدثني رجل من بني تميم قال: خرجت في طلب ضاله لي فبينما انا ادور في ارض بني عذره انشد ضالتي اذا بيت معتزل عن البيوت واذا في كسره البيت شاب مغمى عليه فلو نزلت اليه فوعظته قال فنزلت اليه فلم ادع شيئا من الموعظه الا وعظته به حتى ان قلت له فيما قلت انهن الغواني صاحبات يوسف ناقضات العهد وقد قال فيهن كثير عزه هل وصل عزه الا وصل غانيه في وصل غانيه من وصلها خلف قال فرفع راسه محمره عيناه كالمقضب قال لست ككثير عزه ان كثيرا رجل مائق وانا رجل وامق ولكنني كاخي تميم حيث يقول الا لا يضير الحب ما كان ظاهرا ولكن ما اختاف الفؤاد يضير الا قاتل الله الهوى كيف قادني كما قيد مغلول اليدين اسير فقلت له فانه قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال من اصيب منكم بمصيبه فليذكر مصابه به اي بموته صلى الله عليه وسلم أو بما أصابه صلى الله عليه وسلم من المصائب وصبر عليها فأنشأ يقول: ألا ما للمليحة لا تعود أبخل بالمليحة أم صدود مرضت فعادني أهلي جميعا فما لك لا ترى في من يعود فقدتك بينهم فبكيت شوقا وفقد الإلف يا إملي شديد وما استبطأت غيركِ فاعلميه وحولي من ذوي رحمي عديدُ ولو كنت السقيمه كنت اسعى اليك ولم ينهنهني الوعيدُ قال ثم شهق شهقه وخفت فمات فبكت العجوز وقالت فاضت والله نفسه فدخلني امر لم يدخلني مثله قط فلما رات العجوز ما حل بي قالت يا فتى لا ترع عاش بأجل ومات بقدر وقدم على رب كريم واستراح من تباريحه وغصصه ثم قالت هل لك في استكمال الصنيعه؟ فقلت قولي ما احببت قالت تأتي البيوت فتنعاه اليهم ليعاونونني على رمسه فاني وحيده قال فركبت فرسي وقصدت البيوت واقبلت انعاه اليهم فبينما أنا أنعاه إذا خيمة رفع جانب منها وإذا امرأة قد خرجت كأنها القمر ليلة البدر ناشرة شعرها تجر خمارها وهي تقول بفيك الكثكث بفيك الحجر من تنعي قلت أنعي فلانا قالت أو قد مات قلت أي أيوة والله قد مات قالت فهل سمعت له قولا قلت اللهم لا إلا شعرا قالت وما هو؟ فأنشدتها قوله ألا ما للمليحة لا تعود فاستعبرت باكية وأنشأت تقول عداني أن أزورك يا منايا معاشر كلهم واش حسود أشاعوا ما علمت من الدواهي وعابوا وما فيهم رشيد فأما إذ ثويت اليوم لحدا فكل الناس دورهم لحود فلا طابت لي الدنيا فواقا ولا لهم ولا اثري عديد ثم شهقت شهقه وخرت مغشيا عليها وخرج النساء من البيوت واضطربت ساعه وماتت فوالله ما برحت حتى دفنتهما جميعا الى هنا اعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكايات الاصمعي الى ان نلقاكم في حلقه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا البرنامج برعايه مؤسسه عبد العزيز سعود البطين الثقافيه